الوصفة اليوم، الوصفة اليوم سلمكم الله تأليفية بس لذيذة بتعجبكم. بسوي معاكم فتة رز ودجاج باللبن، يعني بنطبخ الدياي كنا شاكرية وبنحطه على عيش وبنحط عليه مكسرات وكذي سوالف. المهم إنه وصفة خطيرة. المقادير سلمكم الله: صدور دياي أوكي بدون عظم مقطعة إلى أحجام تقريبا نفس حجم الشيش طاووق، مفيوحة مسلوقة بماي مع هيل وبصل وثوم لين يستوي الدياي ونكت الماي ما نحتاجه، أوكي؟ يعني الدياي مستوي. نحتاج أيضا، نقدر نسويها على دياي بعظم تقدرون بس على صدور أحلى. نحتاج أيضا عيش مصري أوكي مغسول مو منقوع فقط مغسول. نحتاج مكسرات للتزيين صنوبر، لوز، نحتاج خبز للتزيين، نحتاج ثوم وفلفل حار، فلفل أخضر حار، نحتاج طبعا روب أو لبن، ونحتاج نشا وشوية أشياء بذكرها لكم أثناء الطبخ. الوصفة بنات مو شاكرية أوكي، عشان لا أحد يقول لي مو كذي طريقة الشاكرية، لا هي يعني مستوحاة من الشاكرية، عرفتوا؟ يعني أنا بسوي بطبخ دياي بلبن وبسوي فيه فتة بعدين. نحتاج أول شيء روب أوكي، عندي هني كوبين روب مخففتهم بكوب لبن، بحطهم بالجدر مباشرة. طبعا للحين ما شبيت النار، نضيف النشا ونخلط على البارد بعدين نشب النار، يعني تقريبا نص كيلو روب أوكي على كوب لبن بس. بحط نشا قفشتين كبار، اذا حسيت اللبن خفيف ازيد نشا بعدين، واذا حسيته ثقيل ازيد لبن. حط قفشتين نشا كذي فل اوكي. وهذه القفشة الثانية، للحين ما شبيت النار، اذوب النشا بالروب واللبن قبل لا أشب النار. لما نتأكد إنه خلاص النشا ذاب أحط أشب التولة عفوا. الحين شبيت النار وأحرك باستمرار، لازم ما توقفون تحريك علشان ما يفصل اللبن عندنا أوكي. احنا نبي قوامه كذي كثيف وحلو، ما نبي يفصل، فما نوقف تحريك كلش لين يبدي يغلي. على ما يغلي اللبن بسوي معاكم العيش المصري. بالنسبة حق العيش المصري نحتاج قفشة كبيرة سمن، تقدرون تسوونه بالشعرية او تسوونه بلسان العصفور. انا بسوي اليوم بلسان العصفور اللي هي المعكرونية هذه، لحظة خلنا نصورها لكم. هذه بنات المعكرونية، هذه تقدرون تحطونها بدال الشعرية بعد تعطي طعم لذيذ. لازم تحمرونها تخلونها تاخذ لون أشقر بعدين تنزلون العيش عليها. شوفوا بنات لون المعكرونية شلون تغير، صار أشقر. الحين أنزل عليه العيش المصري. حطي بسم الله الرحمن الرحيم. العيش المصري مغسول فقط مو منقوع، بس غاسلينه وشاخلينه من الماي. تقدرون تحطون النكهة اللي تحبونها، هيل، دارسين. أنا ما راح أحط ولا شيء، أبي طعم السمن يبين، بس راح أحط ملح وأصب عليه الماي الحار. بس أول شيء أقلب لين يتغلف عندي العيش بالسمن. الحين سلمكم الله، بعد ما تغلف عندي العيش المصري بالسمن أملح وأصب الماي الحار. هذا الملح وهذا الماي الحار. بسم الله الرحمن الرحيم. بس خليه يطبخ على نار عالية لين ينشف الماي، بعدين أقصر على النار وأغطي الجدر. شوفوا اللبن خلاص ثقل معاي، ثقل قوامة. الحين شو أسوي؟ أنزل الدياي على اللبن أوكي. هذه صدور الدياي
مستوية بنات، أخليها تطبخ 10 دقايق فقط من اللبن. هي يعني خلاص أوردي مستوية، بس أنا علشان شنو؟ علشان تاخذ طعم اللبن أضيفها على اللبن وأخليها تطبخ 10 دقايق. طبعا نضيف الملح ونضيف 3 فصوص ثوم مدقوقين، بضيف شوية ملح. وين الملح؟ أضيف الحين الملح وبس كذي. الدياي جاهز، أخليه يطبخ 10 دقايق فقط ويكون جاهز بإذن الله. خلنا نرجع حق العيش الحين، شوفوا بنات قوام اللبن يهبل لأن كنا نحرك باستمرار وما احتاج تزيد لا نشا ولا لبن، قوامه ممتاز، هذا القوام اللي أبيه. رجع الحين حق العيش، شوفوا تبارك الرحمن نشف مايه وشكله يشوق، صار حبه وحبه لان لسان العصفور يعني لونه اشقر والعيش ابيض، وايد شكله حلو. بس الحين نغطي الجدر ونتركه 20 دقيقة ويكون جاهز. تخيلوا ان خلصت الطبخه، يعني باجي كذي اشياء بسيطه وتخلص، وايد لذيذه، وايد بتحبونها وسهله جدا. ما شاء الله دياي جاهز، بس ناطرة العيش يستوي علشان أصور لكم طريقة النشاب أو طريقة التقديم. وطعم اللبن خطير خطير، مع أنه ماكو شيء بس ثوم ولبن، بس طعمه يهبل وايد حلو. قوي قوي. طبعا تقدرون تقدمونه عادي مع عيش مصري، مو شرط نفس طريقتي، بس لا جربوا طريقتي تينن. الحين بنات بسوي مثل طشة كذي تنحط على الفتة، اوكي، عبارة عن قفشة كبيرة سمن، ثوم وفلفل حار، او تقدرون تحطون ثوم وكزبرة، انا لان احب الفلفل فبحط فلفل. اوكي، نذوب السمن بعدين نحمس تقريبا نص راس ثوم بالسمن، بس ما نبي لونه يتغير عشان لا يخترب الطعم. ونحط فلفل حار، فلفل اخضر عادي مفروم، فلفل حار اخضر. انا عندي معبوش زايد بحطه، عندك معبوش زايد حطي، بس طبعا اذا ما تحبون السبايسي لا تسوون هالخطوة، اوكي. بس ونحمس الثوم والفلفل لين تطلع ريحته، ما ابي لونه يتغير بس ابي ريحته تطلع، هذا بحطه فوق الفتة. لا تخلونه يشوقر بنات، طعمه راح يخترب. بس كذي شني بزيد السمن شوية، اي والله بزيده، زدت السمن بنات شوية، اوكي. بس الحين اطفي النار، ما نبي لونه يتغير، مجرد تطلع عندي ريحة الثوم مع الفلفل وبس نطفي الشولة. شغلي تقريبا كله جاهز، بس اشيك على العيش اذا استوى ولا لا. شكله استوى والله، شوفوا وش حلوه وشلون نثري. رهيب استوي، يلا ننشب. يلا بسم الله نبلش. اول شيء انا طبعا بنشب الطاسة لان بسوي العيش طبقات، تقدرون تسوون الطريقة هذه بايركس عادي. أول شيء أول طبقة عيش، أوكي، نحط كل كمية العيش، الرز نقدر نسويها بعيش بسمتي العادي طبعا بنات تقدرون، بس مع العيش المصري وايد أحلى وايد، يعني طبقوها كذي بحذافيرها راح تستمتعون بشيء وايد حلو. حطيت العيش، أوكي، خلي كذي طبقة أولى، وأحط فوقه الدياي واللبن. تقدرون تحطون خبز أول شيء مقلي وتشربونه لبن، أنا لأنه ما أحب الخبز متشرب، أحبه مقرمش، فما أحط بالبداية خبز، أوكي. يعني هذا تقدرون تسمونه منسف كذاب يمكن، ما أدري،
بس يعني شي نفس الفكرة عرفتوا. شاكرية بنت الهاشمي هم ينفع. كيفكم؟ نحط شذي الدياي مع اللبن كطبقة ثانية. بنات شي خطير خطير خطير، يعني لازم تجربونه، مو شي عادي، شي وايد لذيذ. بعد لما ندلعونه بالمكسرات والخبز يصير أبي خيالي خيالي. حط الحين الطشة اللي سويتها اللي هي عبارة عن ثوم وفلفل حار. ما تحبون الفلفل الحار حطوا كزبرة. أوكي شوفوا الطبق هذا إذا بيوم من الأيام إن شاء الله فتحت مطعم راح يكون من ضمن أطباق المطعم، فالله يخليكم أصحاب المطاعم لحد ياخذ طبقي خلوه حق مطعمي رجاء. حلال على متابعاتي بس اللي بيسوونه حقهم بالبيت. تخيلوا انتوا عاد طعم الثوم والفلفل الحار مع اللبن شنو يكون؟ شيء يذبح يذبح. ونزين الحين بالخبز والمكسرات وسلامتكم وتعيشون. طبعا يقدم مباشرة، لازم تقدمونه حار مو حلو يبرد. اوكي حط الحين الخبز المقلي، حطه بالنص. نكمل نحط الخبز، اخليه بس بالنص لان على الاطراف بحط لوز وصنوبر. عاد انتو تخيلوا لقمة عيش كذي متشربة باللبن مع الدياي ومعاها خبز مقرمش، شنو الطعم؟ خيال. الحين بحط اللوز على الاطراف. عاد هالطبق يبيله يعني كذي كرم كرم باللوز والمكسرات. انا راح يفرق معاكم بالطعم. بحط صنوبر ورشة بقدونس وهني ومليون عافية وخلصنا. تسلم ايدي. ايش رايكم بالشكل النهائي؟ حبيتوه؟ يعني اتوقع الشكل يتكلم، الشكل يقول لكم انا لذيذ جربوني. صار لي فترة قاطعة البيبسي، واذا شربت بيبسي اشرب بيبسي دايت، لكن للامانة مع هالاكل اللذيذ ما اقدر ما اشرب بيبسي. طلعت لي بيبسي بارد من الثلاجة مع هالطبخة اللذيذة. الحين عاد مع الفقرة اللي الكل ناطرها، فقرة النشاب. بسم الله. شوفوا عاد تشيلون كذي كذي من تحت من تحت من كل الطبقات، من العيش والدياي والشغل كله مع المكسرات والخبز. لا طاح، يلا حين اشيلها. يبوي على الريحة يبوي. بسم الله نذوق. دياي ذايب مستوي مع العيش. نحط خبز وصنوبر. شي كله بلقمة واحدة. هذه اللقمة المثالية. حبيبتي تعالي، تبين احط لك عيش؟ ها؟ تعالي. احط لك حبيبي. ايش ما تردين؟ احط لك عيش؟ ابي بنات ابي الطعم. الله الطعم يا بنات رهيب رهيب رهيب. جربه والطريقه. ابي الطعم خيال. عيش ودياي على فته على ما ادري شلون طعمه، بس شيء فظيع فظيع. جربوه يا اخي، وايد استانس اذا سويت اي شيء من ايدي. اكل كذي بمتعه. يعني في وايد ناس تقول لك انا اذا طبخت ما اشتهي طباخي، انا ما اشتهي اكل الا اذا شيء انا يعني اكل من 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 ايد الناس، اكل من مطاعم عادي، بس اذا اكل من ايدي استمتع متعه مو طبيعيه. وايد احب شغلي، وايد احب طباخي، وايد. مو نفس اللي يقولون اذا طبخت ما اشتهي اكل. المهم يا جماعه الخير انا استاذنكم اكمل عشاي
تصبحون على خير ونلتقي باكر إن شاء الله. يلا مع السلامة، وجربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم. ها أبي رأيكم فيها. باي باي.